صح. نحن أقمنا هالمعرض اللي هو معرض الزيتون الأول في منطقة أرناز. الهدف من هالمعرض هو تعريف بمنتجات زيت الزيتون وهذه الشجرة المباركة ودعم هذا القطاع من خلال دعوة الفعاليات الاقتصادية المتواجدة في المنطقة. حاولنا نقيم عدة أجنحة خاصة بزيت الزيتون والزيتون ومنتجاته السنوية والأساسية. الهدف الأساسي منه تعريف بقطاع هالزيتون المهمل في ظروف هالحرب اللي تقهقرت كثير. راح نقيم بإذن الله معارض سنوية متكررة للاستمرار في دعم الزيتون. أقبال المعرض كان ممتاز والشباب الموجودين ممتازين وقدموا الهدايا للناس اللي بيستحقوها وما قصروا مع أي مزارع وكانت خدمتهم جيدة جدا. ونشكر كل من حضر بالندوة ونشكر الشباب اللي طلعوا أدوا الدورات والمدارس الحقلية وتعاونوا مع المواطنين ودلوون على طرقات ما كانوا بيعرفوها. عن المزارع إسماعيل محمد المصطفى تكريمه كأفضل مزارع عمل المزارع